اسمحوا لي ان احنا نبدا النهارده وابدا معاكم فقره السوشيال ميديا بتحيز كامل يا جماعه للمراه، للست المصريه الجدعه اللي بتثبت كل يوم انها فعلا جديره بالمسؤوليه، انها تقدر تقف مع بلدها وقت الشده، وتقدر كمان انها تدير شؤون بيتها بجداره ونجاح كبير جدا. على فكره المرأة المصرية نقدر نقول عليها إنها عمود الخيمة كده للأسرة المصرية، هي طبعا نص المجتمع، وما فيش شك إن مصر سبقت العالم على فكرة كمان في احترام المرأة ومنحها حقوق كاملة. ومش هبالغ لما أقول لكم إنه من أول ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، المرأة المصرية حصلت على حقوقها كاملة، وده من خلال إجراءات كتيرة جدا ما حصلتش قبل كده. منها مثلا خلونا كده نفتكر مع بعض ونقول إيه اللي حصل طول السنين اللي فاتت. لو نرجع لعام 2017 هنلاقيه كان عام للمرأة وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030، واللي أعلنتها الأمم المتحدة كأول استراتيجية لتمكين المرأة. كمان المرأة في عهد الرئيس السيسي تولت المناصب القيادية من خلال تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة كمان مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية. وكمان كان عندنا تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة. عندنا كمان أول سيدة قاضية تتولى رئاسة محكمة في مصر، وفي تعيين 5 نائبات للمحافظين، وتم تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان بحصة منصوص عليها دستوريا لا تقل عن الربع. ده غير طبعا المبادرات الكتيرة الإنسانية والمجتمعية المتواصلة لرئيس الجمهورية، كلها طبعا بهدف توفير الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية. ومنها مثلا نفتكر كده مع بعض كل المبادرات الإيجابية، تكافل وكرامة اللي استهدفت حوالي 90% من السيدات، ده غير برنامج الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة، ومبادرة مصر بلا غارمين ولا غارمات، وإعداد كمان مشروع قانون يمنع سجن الغارمات، ده غير برنامج مسطورة اللي بيوفر تمويل بتتراوح قيمته ما بين 4000 و 20000 جنيه، وده لمساعدة طبعا المرأة الفقيرة القادرة على العمل، ومبادرة الكشف المبكر، ودي كانت من أهم المبادرات الحقيقة اللي كانوا بيكشفوا عن أورام الثدي لكل نساء مصر. كمان حرص الرئيس على دعم وتكريم عدد كبير من سيدات مصر اللي بجد قدموا لنا فعلا نماذج ملهمة في الصبر والعمل والكفاح.